رسالة يوحنا الأولى. انظروا بأية محبة خصنا الآب حتى ندعى أولاد الله، ونحن كذلك. ومن ثم فإن كان العالم لا يعرفنا فلأنه لم يعرفه، ومن العالم لا يعرفه. أيها الأحباء، نحن من الآن أولاد الله، ولم يتبين بعد ماذا سنكون، غير أننا نعلم أن إذا ما ظهر سنكون أمثاله، لأننا سنعاينه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما أن ذاك هو طاهر. كل من يفعل الخطيئة يتعدى الشريعة أيضا، لأن الخطيئة إنما هي تعد للشريعة. فأنتم تعلمون أن ذاك قد ظهر لكي يرفع الخطايا، ولا خطيئة فيه أبدا. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. يا أولاد الصغار، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار، كما أن ذاك هو بار. من يفعل الخطيئة هو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا ظهر ابن الله، لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة، لأن زرع الله يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا يظهر أولاد الله وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر ليس من الله، وكذلك أيضا من لا يحب أخاه، لأن هذه البشرى التي سمعتموها من البدء، أن نحب بعضنا بعضا. ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يثبت في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك قد بذل نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نبذل نفوسنا لأجل الإخوة. فمن كانت له خيرات هذا العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحبن بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. فبذلك نعرف أننا من الحق ونقنع قلبنا أمامه. إذا ما بكتنا قلبنا بأن الله أعظم من قلوبنا وعالم بكل شيء. أيها الأحباء، إن كان قلبنا لا يبكتنا فلنا دالة لدى الله، ومهما سألنا فإننا ناله منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل ما هو مرضي أمامه. وها هي ذي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب بعضنا بعض على ما أوصانا. ومن حفظ وصاياه فإنه يثبت في الله والله فيه، ونعرف أنه يثبت فينا للروح الذي أعطانا. حصل مقطع الصعب من حيث مضمون. كل شيء حكي له إبليس وشرير وخطية، ولكن القصة إذا بتحب ولا ما بتحب، كل الحديث برم عن قصة محبة الآخر، بس بكلام قوي تقيل. يعني بيقدر عم يحط بمستوى واحد عدم المحبة مع القتل. يعني ما بتحب يعني قاتل، كتير قوية. هلا بس واحد يقرا هالمقطع هيك بيعمل شوية إحباط نفسي، يعني ما في نوى، ما حدا ظابط. إيه، ما حدا ظامت إذا بده يظبط واحد، ما رح تظبط.
بس اللي بيصمد هو اللي يجعل الله من ذنبه لما تكرروا خطيئة آدم. ولا نحكي أول شيء إذا بدنا نحكي عن خطية قايين وهابيل، ذكر إنه قايين من الشرير لأنه أعماله شريرة وهيداك أعمال خيو بارة. إذا بتقروا مقطع العهد القديم ما فيكم تكتشفوا بالشكل ليش قايين الله ما قبل له ذبيحته وليش قبل ذبيحة هابيل، ما بتعرفوا ليش. ما في سبب، لأن يعني المقطع بيقول هيك. في قايين وخيو هابيل قدموا ذبايح للرب. واحد قدم خروف، واحد قدم من منتوجات اللي عنده، كل واحد قدم. قول هيك النص، وقبل ولم ينظر، ما طلع على ذبيحة قايين، قبل ذبيحة هابيل. ما في سبب. قام قايين زعج زعي، عمل ردة فعل، قتل خيو. هلا القتل هذا بنحكي عنه بعدين، بس عمليا انه الله بأي معنى بيقبل ذبيحة ما بيقبل التاني. اثنيناتهم قدموا. من هون واحد بده يصير يقرا كل هالقصة التكوين والخروج العهد القديم بمنظار بسموه منظار نبوي، يعني كيف الأنبياء بالعهد القديم كانوا عم بيطرحوا فكرة الإيمان. شوفوا يا إخوان، المشكلة الأساسية بالعهد القديم كلها هي إنه ما فيك تعبد ربين، ما فيك تعبد الله مع أي إله آخر. بتعرفوا كان في تعبد آلهة وقتها، إنه الشمس بيعبدوها، القمر بيعبدوها، البحر بيعبدوها، إله الخمر، إله الحب. ما فيك أنت تعمل تتبيلة عبادة بالعهد القديم. يعني نعبد الله بس تأخر الشتي حتى ينزل، بنروح بنصلي لإله بعل يلي بالعقلية هو اللي بجيب الشتي. ما فيك تعمل هالشيء، شرك، هذا هو الشرك، أن تعبد آلهة متعددة في نفس الوقت، أو أنت تركب براسك إنه أنت عابد كذا شغلة. وهيدي كلها انطبعت بفكرة كتاب العهد القديم. ما كثير بركزوا عليها المفسرين هيدي، مشان هيك العهد القديم بينفر العالم بيخوفه. التركيز الاساسي بكتاب العهد القديم انه انت بدك تعبد اله واحد هو الله الذي اخرجك من ارض مصر، الذي كذا، والذي خلق الارض، كل الذي بتحكي القصه تبعت الله العهد القديم. شو هو السبب او شو هي الاسباب يلي بتخليك تسحط وتروح تعبد عليها اخرى غير الله؟ عمليا شو؟ عدم الثقه. قبل هنحكي عن عدم الثقه، في اغراءات، في خوف. اذا لما انت بتكون عم بقول لك اذا بتعبد الاله فلان بيطلع لك يلي يعني بيطلع لك، وانت قاعد تصلي لالهك وقت طويل ما طلع لك شيء، فبتقول هات لنروح نجرب بركي بيطلع لنا من هون، وبعدين عشية بنرضي لالهنا وبنصلي له. اذا تعدد الالهه بعبادات العهد القديم من البدايه، من اول مقطع العهد القديم عم بقول لكم ما في حل انه انتم تفوتوا على كنف الله إلا إذا بتعبدوا بس الله، لا إله إلا الله. لمن طلع فكرة آدم وحواء قصة العبد؟ هذه أينا بتذكركم فيها لكمل ترابط الأفكار. لمن قال له ما تاكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ إلا نحن المعرفة يعني علاقة، إنه ما فيك تعمل علاقة في نفس الوقت مع الخير ومع الشر. الخير هو الله والشر هو كل عبادة أخرى.
فخطيئة آدم إنه ما فيك تعمل علاقة بين الخير والشر في نفس الوقت مع الله ومع غيره، يعني ما فيك تسمع لغيره. آدم لم يسمع للحليم، وقبل تفسير الحليم ترك تفسير الله، لأن الحية قالت أنه إذا بتاكل بتصير مثله، فأغرته هالشغلة إغراء صحت. إذا بتاكلوا من هيدي بتصير مثله، مش هيك بدكم ما تاكلوا منها. راحوا وأكل من الثمرة. تاني شيء، شو يلي بيخليك تصير اسهل لتوقع بعبادات اخرى؟ لما بيكون موجود هالعبادات، يعني اذا انت بمطرح ما حدا بيعبد زفس، ما رح تعبد زفس، يعني ما رح يغريك هالموضوع. الاساس بالعباده هو التركيبه تبع العقل الانساني، وقتها انه في عنا مدينه، وقت يكون في مدينة بده يكون في ملك أو مسؤول عن المدينة، بده يكون في إله المدينة. أثينا، مدينة أثينا، في آلهة أثينا. إذا كل مدينة من المفترض أن يكون إله ملك، وفي إله لأنه هذا الملك بيأخذ صورة الله تبعهم مشان يعمل سلطة على هالمدينة، وشريك يملك المدينة الملك. إذا أهم شيء إنه ما توقعوا بفخ البداية المدينة المدنية. مشان هيك كانوا كتاب العهد القديم ضد فكرة المدينة. مشان هيك في عندكم الترحال البدو البدوي ماشيين بالصحراء والله ماشي معهم، ما عندهم مكان يستقروا فيه. قايين شو قدم ذبيحة؟ قدم ذبيحة مزروعات. حتى تقدم مزروعات يعني لازم يكون قاعد ومستقر وزارع. إذا فكرة أنت بمدينة ما بده إياها الله. هابيل شو قدم؟ ماشية. واللي عنده غنم يعني ماشي، يعني ما عنده استقرار، يعني مش ساكن بمدينة. فمشان هيك الله قبل ذبيحة هابيل ورفض ذبيحة قايين، مش بسبب قايين وهابيل، بسبب وين بتأدي هالذبيحة. انت صار في خوف انه انت تكون دخلت بالمدنية، يعني بعبادة آلهة أخرى. إذا بنكمل هيك بتشوفوا انه ليش الله ضرب برج بابل؟ بتذكر ما في سبب. إذا بتقروا النص العهد القديم يعني ليش ضربهم؟ بيقولوا كانوا تجمعوا وصاروا أمة واحدة ولسان واحد وعمروا برج شيء مهم. طيب وين غلط؟ كانوا بدهم يوصلوا عند الله. وشو المشكلة إذا طلعوا؟ هلا النص ما بيقول لأنه كانوا بدهم يوصلوا عند الله، قالوا عمروا شيء كبير ضخم، يعني عملوا مدينة. عملوا مدينة، يعني الله رافض فكرة المدينة، لأنه كل مدينة مدنية يعني فيها إله، يعني في خوف من الشرك. فيرفض كل هالموضوع. ابونا يعني استبدال كيف بدك تقول كلمه مثلا مزروعات مع الانسجه، ماشي شجير ماشي، مش تعلق الانسان فيها لا تعبد في الهين، يعني مش على هذا الموضوع. هذا بعدين بتقدر تعمله تفسير روحي. بس انا عم بقول بفكره الكاتب اللي كتب العهد القديم عنده مشكله وحده، ما تعبدوا الله ومعه حدا. ليش؟ من كتب لناس كل مرة يكونوا تحت حكم ناس، انه البابليين ما في للبابليين اله، للاشوريين في اله، في ملك وفي اله. لما اليهود كانوا عند الاشوريين او كانوا عند البابليين، لما عم ياكلوا ويشربوا من هالمدينة ومن هالملك، فبدي يقدموا الطاعة للملك ولاله الملك. فالكتاب انتبهوا، مش بتاكلوا وبتشربوا يعني بدكم تقدموا الطاعة، في عندكم اله. حتى لو وصل هيدا الاله انه يموتكم من الجوع، ما تخافوا لانه هو بيطعميكم. مش هيك لما اخذنا على الصحراء
عملت موسى شو قالوا له؟ رجعنا رجعنا على مصر. مصر شو في؟ ملك إله فرعون، في إله فرعون. قال له لا خلينا نقطع ميكرا لأنه عارفينيه عام. زدت لهم شو؟ المن. أكلوا. عقلهم بدهم إحساس بالاستقرار. أمن بكرة دلعيتي. كيف بدي أمن بكرة دلعيتي؟ ما نخبي شوية من بالجيب. مع إنه الله قال أنا كل يوم بجيب لكم طعميكم. خبوا. شو عملوا هدول بجيبهم؟ دوروا. قال لهم يا عمي ما أنا قلت لكم بطعميكم. لشو أنتم عم تخبوا؟ يعني ليه بدك تحصل على حياة أنت حاصل عليها من حدا تاني أكيد ما رح يأمن لك إياها، وأنت بوهم. حفرتم لحالكم آبار فارغة وتركتوا الآبار اللي فيها مي. إنه هذا منطق من رمي النبي. إذا كل مسيرة العهد القديم مبنية على قصة انتبهوا من المدنية، انتبهوا من المدينة. هلا مش تتفكروا انه هلا الله ضد المدنية هلا. فينا نقول هيك كمان بس مش هذا الموضوع، عم نحكي على فكرة الآلهة. مشان هيك لما طلع موسى على الجبل، شو قال له أول شيء الله؟ أول وصية. أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من ما عند لا يكن لك إله غيري. كل المشكلة وين؟ ما تعبد آلهة. ليش؟ بس تتعدد الآلهة بعقلك أنت صرت خاين للكل، خيانة للكل. كلمة زنا في العهد القديم يعني أن تترك الله، مش أنه تلحق حدا تاني، يكفي تترك الله حتى تكون دخلت بحالة الزنا بالنسبة لله. تركه، الإهمال، تخلي. فإذا كل هذا سببه بالنسبة للكتاب أنه خي المدينة. إذا من عند آدم لا قايين وهابيل لا الطوفان لا بابل لا كل شيء، حتى بالأنبياء كل المشكلة هيك. ليش؟ خطورة وين؟ العهد القديم الفقر الفقير. انتبهوا على الكلام هذا، لو ما وقفتنا للنص اقلوب عليه ايه؟ هلا ما فيش خلق انا لانه مادي ماضي ما احكي. ينتقم منكم. الفقير الفقير بأي مجتمع مديني هو مرض يضرب المدينة كلها، لأنه إذا كان الفقير في المدينة في عطل بالمدينة، في عطل، في مرض، لأنه الله ضد الفقر. هو مع الفقير بس ضد الفقر، ما بريد الفقر الله. هذا التعليم الديني الجديد إنه فقر حالك. لا، مش مطلوب تفقر حالك، مطلوب ما يكون في حدك واحد فقير، بس مش تفقر حالك. الموضوع منه عود بكي وصير انت فقير حتى نبكي معك. لا، إذا طلعت هيك أو هيك وأنت معك ممتلئ وطلعت أو هيك أو ولقيت فقير، ممنوع يكون في فقير حواليك على مرمى عينك. هاي قصة مش ضد الفقر، ضد الله مع الفقر. لا، الله مع الفقير، بس مع الفقير ليش؟ لأنه بده يطلعه من وضع الفقر. فالفقر بالعهد القديم وفي العهد الجديد هو مرض المجتمع، يعني مسؤولية المجتمع أن لا يبقى فقير في هذه المدينة. انتوا شغلتكم تعيشوه وتطلعوه من الفقر. اذا يلي بالنسبه لكتاب العهد القديم، اذا عندك غير الله براسك بهالمدينه وعامل حالك مستقر لانه الامان جيك والملك عم يحميك وما في اي مشكله،
نسي انت انه الملك يلي على المدينه هيدا ملك الله حاطه عليك، بس الملك الحقيقي هو الله، الراعي الحقيقي هو الله، وانتوا رعيته كلكم، وبالتالي بده يحمي عن كل واحد منكم، مشان هيك اذا في فقير بالمدينه مسؤوليتكم كلها انتوا انه ما يبقى فقير. لما اللي بيبقى فقير ما بتقولوا الحق عليه ولا الظروف ولا ما بعرف شو، هذا علل الخطايا حتى يبقى فقير. ممنوع بمجتمع يكون يبقى فقير اذا في ناس حواليه. هذا فكره العهد القديم، يعني كانوا مفكرين العهد القديم بخوف، بصير الله يخوف بس يبقى الموضوع هيك. فبيقول لهم مثلا النبي عاموس ثلاث ارباعنا ما سمع فيه انه مش مظبوط، مش منطقي. اذا انت براعيه بمعنى بمكان تحت حكم ملك، انه ان يكون لك بيت في الجبل وبيت في المدينه وفي على مرمى عينك واحد ما معه ياكل، في تمرد على الله. تقرأ هلا عم ليش عم بحكي؟ من لا يحب اخاه فهو شو؟ بعبي الشريعه قاتل. لانه هذا الفقير اذا اليوم ما اهتميت فيه وجوعان ممكن يموت عشيه، بتكون انت قاتل بس بسبب عدم محبتك. اكثر من هيك اسمعوا، اذا انت مؤمن وملتزم، عم بيقول لهم هذا كله كلام انبياء عهد قديم، ورايح على الهيكل بتصلي والله اللي حاطه هون مبسوط فيه انت، إذا جيت على الهيكل لتصلي وفي فقير كان حد بيتك وبسبب جوع وعدم نظرتك إله مات، بيكون الله هذا اللي فايت تصلي له مات امبارح مع هذا الفقير. إذا أنت فايت على مطرح ما في الله فاضي وعم تعبد فراخ، إذا عم تعبد أصنام، إذا أنت فت على عبادة أخرى، إذا عم تعبد حدا تاني ما بتعبد الله. طالما ما بتعبد الله يعني انت فدخلت بحالة العبادة الاصنام. بس انا يا ابونا ما عندي حدا لعبده، هيدا ما حدا هو الصنم تبعك، وهيدا الله اللي انت جاي تبخره ومبسوط فيه، هيدا لانه امبارح مات فقير بسبب جوع وانت ما انتبهت فالله مات فيه، فانت وين رايحين؟ على شو بخروا؟ عمين عم تبخروا؟ عمين عم ترفعوا ايديكم؟ لمين عم تركعوا بقول لهم؟ لدرجة بصير الله يكره ريحة البخور. طيب ريحة البخور الله بيكرهها، لا في ناس تتضايق منها بس ما بتكرهها، أنا لو بتصبت حلوة بيكره ريحة البخور. مش بس هيك، ما بقعد يتحمل الله يتطلع بالناس عم بتصلي ورافع عليها، بصير يكرم عيونه. إذا في أصوات حلوة عم بترتل تراتيل حلوة مزامير، بسكر ديني بحس فوضى ضجة. ما بقعد يتحمل. ليش؟ مش عم بعلمكم أنا. بيجوا لعندي لطردوني بشوية صلوات، وبعد في على الطرقات ناس مشلوحة. أين الفقير؟ أين البائس؟ أين المسكين؟ أين الأرملة؟ اقبلوا العهد القديم هيدا. شو فاكرين العهد القديم؟ انه الله بيضرب وبيقتل وبيعمل وبيبطش، مين بيقتل الله بالعهد القديم؟ بيقتل اعدائه. اعدائه بالتعليم الادبي للعهد القديم. اعدائه اللي بده يخربوا له مملكته، شو بيصلي لهم؟ يخربوا له مملكته. في نوعين من الاعداء، في عدو خارجي في عدو داخلي. عدو الخارجي اللي بيعمل حرب، العدو الداخلي اللي بيعمل تمرد. بشع. تمرد، كلمة تمرد بالعهد القديم تعني الخطيئة، يعني إذا بتعمل خطيئة أنت حالة تمرد ضد المملكة اللي على الله وملكها. حالة من حالات التمرد هي الآخر، الإنسان الآخر. إذا ربط العهد القديم ربط عبادة الله بالاهتمام بالآخر. يوحنا هيك عم بيقول قتل. شو يعني تقتل؟ تقتل يعني تزيحه من قدامك. هي القتل. تزيحه من قدامك لأنه وجوده يا عم يعمل لك خوف،
يعني بيأثر على مصلحتك، ما فيك تعيش معه لأنه بتحس وجوده نقص لك شيء، فبتلغيه ليرجع وجودك كامل. قايين الله بطلع فيه وبخيه، ما بيسوى، بده الله يطلع بس فيه، امزح خيه، فكر انه هيك بصير الله يطلع فيه بنت، بيحجه، ما في غيره، يتفضل طلع. قال له روح جيب غيرك من الحجاره، بيجيب ابناء لابراهيم بيقول له يجيب. اذا الموضوع انه مش انت بتلغي حتى تامن وجودك، هيدا حاله قتل. مش انهي اذا بتتصرف وكان الاخر غير موجود وهو موجود، انت عم تعمل حاله قتل. عدم المحبه هو انه تتصرف كانه اللي ما بتحبه غير موجود. ليش؟ لانه شو هي المحبه؟ قروا كتب كثير عن المحبه، بس اسمعوا هالجمله. المحبه هي ان تنتبه لحاجه الاخر وتلبي له حاجته. فوقت ما بتنتبه وما بتلبي اهملته، يعني زحته من قدامك، يعني قتله. مشان هيك يسوع بيقول الوصايا بتقول لا يقتل، ولكن انا اقول لكم انه اذا واحد بيقول لاخيه يا احمق يستحق حكم المجمع. واذا بتقول موريا، يعني اذا انت بعقلك وبحكيك اللي قدامك ما بتعطيه الكيان تبعه اللي هو موجود فيه، انت قاتله. يعني اذا بتقلل من مستواه انت قتلته. هذا الانجيل تبعكم اللي فيه محبه المحبة. يعني اذا انت بتقول لواحد يا ما بتعطيه اسمه، هذا من باب شو؟ الاستيراد والاستهزاء. انت يا خاصة اللبنانيين او اكثر من هيك، انت اللي من بتقول لواحد انت يا فهمان يا استاذ يا معلم، شو كنت عم تقصد فيه؟ انت يا منك فهمان ويا منك استاذ، هيدا الغاء، هيدا قتل. لانه لو المجتمع تبعك سمح لك انه تقتل بدون ما تتعاقب، كم واحد قتل؟ كم واحد؟ تخيلوا لو سمحوا بالقتل انه لا يعاقب عليها القانون، بيبقى حدا؟ شو الغاء بالفكر هي مشروع الغاء بالجسد. ليش؟ لأن وجودك بحسه خطر على وجودي. شو الحل؟ شو بلغي حالي؟ بلغيك. إجا يسوع خرب الدنيا فوقاني تحتاني. شو قال؟ ما قال يسوع، انتبهوا، ما قال يسوع إذا وجودك بيهدد وجودي فالأفضل أنا أموت كرمال تبقى أنت، ما قال هيك. قال بدك تغير عقلك لتقتنع إنه وجوده بيغني وجودك، مش هيك بيناتكم ضلكم طيبين. مش انه يسوع جاي تعالى ننتحر لنقول انه نحن ضحايا منها، حكي عن انتحار، كنيسة بتمنع عن جناز لننتحر اصلا. اذا الموضوع هو وين؟ انت بعقلك ما فيك تلغي انسان اخر لانه بيعني انت ما بتعبد الهك. ليش؟ لانه مملكة الهك مبنية على وجوده ووجودك سوا. انت وقت عم تلغي له جميعته لله، انت عم تعمل حالة تمرد، انت عم تقتل جميعته لله، انت عم تخرب مملكته. شفت عدم المحبة شو بتعني؟ مش بس قتل، تعني تعدي للشريعة. اللغة التانية بسموها الاثم، مش خطية، اثم. يعني ثورة لخراب المملكة. مشان هيك احبب وافعل ما تشاء. هيدا كل رسالة يوحنا عم ببرم بروح لأعطيكم خلفية للرسالة. من هون يا اخوان نحكي عن كل الفكر بالعهد القديم، هو فكر مبني على حديث لنفس الإله تبع العهد الجديد. شو بغير الله رأيه؟ لما بيقول الله بالعهد القديم، أنت هلا موسم زيتون، أنت وعم تقطف زيتون، وقع زيتون على الارض، شو بنسمي نحن عم نعفر؟ نرجع بنلم الزيتونات.
بيقلوا الامر. انتوا عم تقطفوا زيتون، بيقع على الارض زيتون، اوعى ترمون. ليش؟ بركي مرق حدا جوعان بده ياكل، اتركوا له اياهم للي جاي، لانه انتوا كنتوا جوعانين وما كان حدا يطعميكم، انا جبت طعميتكم. هذا بالعهد القديم. في رحمه اكثر من هيك؟ في محبه اكثر من هيك؟ العهد القديم الناس بتفكر عم بيحكي عن الشعب. العهد القديم عم بيحكي عن الله. بس عم بيحكي عن تمرد الشعب تجاه الله. بس مش عم بيحكي عن الله لغير الله. انا بحب الله تبع العهد الجديد، العهد القديم ما كثير بحب الله. شو هو مانو كان اليوم بلبسوه روتيات؟ هو نفسه. هو نفسه الله. كلمته نفسها، بس كلمته يعني بقولها ما بيحصر حاله هو فيها، بيحصرك إلك فيها. في فرق. مش انه انت قلت هيك يا الله، ما ممكن تغير رايك. انا قلت هيك مشان انت ما تغير رايك. بتحاسبني؟ امتين الفخاره بتحاسب اللي بيعملها؟ قول النبي، امتينها وين جاي؟ ضد العقل. ما عم يقبلوا اليوم اللي عم بحكيه. اسمعوا ما ضروري تقبلوا، بس خلوني قول يلي عم بقول. اذا كل الموضوع هو انه تنتبهوا بكل قصة العبادة وكل قصة الإيمان وكل قصة الله تبعيتكم، ما تعملوها عبادة بخور. يعني ما تعملوها الله وأنا. ما في عبادة بالإنجيل هيك ولا بالكتاب المقدس. هي عبادة الوثن. العبادة اللي موجودة بالكتاب المقدس هي الله، أنا، الآخر. يعني علاقتك مع الله جيدة لأنه علاقتك مع الآخر جيدة. شو المقياس إنه الله راضي عنك؟ المقياس إنه أنت تحب. ما في مقياس آخر. لا تفكرين انه الله رح يحسبكم انه لي هيك انا كنت قاعدة واضطريت بمطرح يعلونا اكزو اكزبت وحياتكم. الله ما عنده وقت، ما عنده وقت الا لخلاصكم. عنده وقت يلحق سألتكم الناس وعقدكم وكذبكم. ما عنده وقت، في عنده شيء ثاني اهم، هو يخلصكم. بس يخلصكم مش يعني يخلصك وحدك، خلصكم يعني انت واللي حدك. فما فيك، الله بده يشتغل ليخلصكم يعني خلصوا، وانت تشتغل حتى ما تخلصوا. شو عم تعمل؟ تمرد. مشان هيك وقتها بيحكي الانجيل عن الدينونه بمكه اصحاح 25، شو بقول؟ حطن عن يمين وحطن عن الشمال. كنت جوعان ما طعميتوني، كنت كذا. قال لهم ما صليتوا صلاة الوردية عشية عشان هيك أنا زعلان منكم. قال لهم ما طبيتوا 3-4 طبيات. ما صمتوا وأكلتوا شوية زفرة لوقت الجمعة. قال لهم هيك. قال لهم في واحد كان جوعان وشفتوه جوعان وبقيتوه جوعان. وأنتوا قادرين تعملوا. بس هي كل الدينونة. إذا بكل فكرة الدينونة، إذا في دينونة، انه الله اذا بده يحاسب بحاسب بس على شوف شو في شغله عملتها ما لازم تعملها، وشو في شغله ما عملتها كان لازم تعملها. بالنسبه لاخيك على ليش الاباء يحكوا عن ينتبهوا من الخطايا الشخصيه حتى الشخصيه، يعني ليش؟ مش لأنه الله رح يقصصك فيها. اسمعوا هالكلام كتير دقيق، وفي كتير اخواني، في كتير اخواني ما رح يقبلوا. شو هو؟ عندي خطاياك الشخصية مش لأنه مباشرة الله رح يدينك عليها. لا، لأنه هيدي تؤدي فيك طالما أنت عودت حالك على الإهمال وعلى الاستنشاق ببعض الأمور الخاصة فيك. هيدي ممكن تعودك لتصير تهمل حدا تاني بحاجة إلى، وبالتالي من هناك تبدأ الخطيئة، من هناك بحاسبك الله. فحتى ما توصل لزلقة
انه انت تصير تهمل غيرك، خليك يقظ على حالك وعلى امورك حتى تعمل رداج لتضلك يقظ كل حياتك لكل شكل حواليك. هذه المحبه اليقظه. اذا القصه كلها شو؟ الاخر، الاخر تعرفوا ليش؟ لانه الدم اللي اندفع على الاخر على الصليب ما مستعد الله يفرطه بسبب تصرفك انت تجاه الاخر، ما راح يسمح لك تخرب له اياه. فاعملوا حسابكم بس تتخانقوا مع حدا وين رايحين؟ وقال الانجيل، الانجيل لكل سؤال جواب. قال الانجيل اذا تخانقت انت واحد لك انت ورايح عند القاضي حل على الطريق معه لانه ما بتعرف شو رح يصير لك جوا بالمحكمه. حلوها صالحوا. اذا رايح تقدم قربان على المذبح وفي شيء بينك وبين خيك وقف تروك وروح حلها انت وياه لانه القربان ما رح ينقبل. ما رح يقبلوا. عمين اذا بده الاخر ما كان عم يحكي هيك، كان عم يحكي عنك، ما كان عم يحكي عن الاخر. انه اذا ما بدك انتوا هاد انتوا دائما عندنا ثقافه المكوايه نحن. بتعرفوا هذه ثقافه المكوايه؟ عفوا قالت له لابنها روح جيب لي المكوايه من عند انفالي. راح الولد يطلع الطابق السابع، وصل على الطابق الاول حلو بس وصل في لي ما امبارح اخذتوها يا طارق يا طارق. مش رجع على ثاني طابق يقول ايه بس انتبهوا لي هي قطعه كهربائيه يمكن تنتزع عندكم. يطلع على ثاني الطابق يقول هلا بتقول لي انا كثير متضايق بس اعطي اشياء كهربائيه لا تنتزع. يطلع على الرابع هلا بصير تنق علي اوعى ورجعوا لي اياها بكير. وصل لعندها دق الباب فتح قال لها اختك على اخت المكوايه ما فيها. ثقافه المكوايه بنحط نحن تخمينات وبنحط امكانيات حتى نلاقي تبرير لما نعملها. هاي ثقافه المكوايه اسمها. نحن انه بركي ما قبل. مش عم نحكي اذا ما قبل، عم نحكي انت شو بتبادر؟ شو بتعمل؟ لو من ضربك على خدك الايمن فضرب له الاخر. شو الناس؟ شو يعني هيك؟ بخليه يضل يضربني؟ مش عم نحكي عنه. عم نحكي عنك. لانه بتعرفوا اذا انتوا حفظتوا بقلبكم اذيه الاخر لكم انتوا بتتاذوا من حالكم مش بس من الاذيه لانه بيخلق عندكم توتر ونفور من الشخص هيدا بيخليكم تستسهلوا النفور من اي شخص. القصة كلها لراحتكم بسببكم. وهو عم بيقول لهم من ضربك على خدك الايمن، وين خدك الايمن؟ هلا يعني اللي بيضربك بقفى ايده لانه هيك ما بتزبط هيك بتروح على الايسر. اللي بيضربك بقفى ايده يعني هالقد استهزاء بروم مش ليضربك، بروم لتنسيه مطرح اللي اخطا فيه حتى بركي يتوب. بعدنا عم نحكي نفس الصور. كان مرة بدنا عم يعني نحكي عنه عن وضعه وبركي هو وبركي عمله. أنا ما عم بحكي عنه، عم بحكي عنه. يعني إذا بتنسيه خطيته بتساعده أسرع ليتوب. وأنت ما بتكون عندك شخص تاني نافر. ما بتغير طبيعتك، ما بتغير مبادئك. اللي أنت تعلمت عليها بتضلك بسلام. هلا هي صعبه يا ابونا، ليش عم نحكيكم عن ايش الهيلي؟ عم نحكي عن اي شغل عملوه بشكل تنسوه وتنسوا انتو. مش هيك الاباء القديسين بيقولوا بس واحد يأذيك سكره بصلاتك. معقول سكره بصلاتك لترجع لسلامك بس. مش عم بقول لك روح انغرم فيه. لا ما رح تزبط، بعرفك يا انسان. بس عم بقول لي مشان سلامك الداخلي. حتى ما تصير انسان نرفوز غضوب وكل غضب يؤدي الى خطيئه. شو بدكم؟ ما في غضب ما بيؤدي الى خطيئه الا الغضب الالهي. وهذا مش عم نتجر فيه بعد الناس. عم نحكي عن غيرها. اذا هيدي المحبه يلي موجوده بالعهد القديم، يعني بفكر الله موجوده، موجوده بالعهد الجديد يلي وضحها بمطلق يسوع المسيح. هيدي عم بيقول الرسول يوحنا قد خصنا الآب. انظروا بأية محبة خصنا الآب حتى ندعى أولاد الله. هاي المحبة اللي عم بيحكي عنها
سبقتم عليا لانه جعلكم اولاده. انتبهوا كلمه اولاد الله منا لعبه، منا لعبه. انتوا بتقبلوا هلا واحد من الشحانين على الاشارات السير اللي بيقول لك على ازاز ليعطيك حلو او يمسح لك عفوا يوسخ لك الازاز لتعطيه مصاري، تقبلوا هيدا؟ تفتحوا الازاز يا حبيبي انت عندك اهل؟ لا انا يتيم. طيب انا قررت هلا انا على ازاز على الاشاره انه اجعلك ابني، اطلع معي مشي على البيت، كل الاكل تبع ولادي، بص لبس ولادي، خد الولدي اللي بدي ورثها لولادي. مين بيعملها؟ حدا بيعملها؟ ما بتنعمل ابونا، كيف بتنعمل هاي؟ بركي طلع الولد مش منيح، بركي ما بعرف، بركي الدولة ما بتخليه، بركي الدولة، إذا عندنا 100 حجة حتى ما نعملها. الله عملها فيك. ما أنت كنت ابن شارع تابع لآلهة أخرى. لمك وقال لك قررت أنا أعملك ابني. كيف يعني ابنك؟ شوفوا كيف ابني، في عندي ابن واحد، هيدا التيب، هيدا التيب، هيدا النموذج. إذا كل واحد اختارك الله لتكون على شكل يسوع من حيث الورثة، ورثتك تقول معقول أنا صرت مثل يسوع آخذ نفس الورثة؟ هيك الله خصك الله الآب حتى تدعى ابن الله. عم يكذب يوحنا؟ ولو ما قال لك بأول رسالة شفتوا عيوننا لمستوا قدم يحكيكم عني، عم اخترع لكم حكي. قال له عظيم، أنا صرت ابنك بدي أورثك، تفضل أورث. إيه بس بدي ضلني أتصرف كابن شارع. تزبط يا حبيبي، تتصرف كابن. ايه انا كابن الله فيني اتسلط على الناس، بس ما عنده الله العده، يعني الورثه تبعيته ما فيها كلمه تسلط لتورثها وتتصرف فيها. شو عنده الورثه؟ اعطاك ورثته؟ شو ورثه الله؟ قال بس حافظينه، حافظينه شنو؟ مش حافظينه. القصه وين؟ انه كل البربي هيدي ليقول لك انت محطوط على عرش الله من وقت اللي اعتمدت، طلعت ابن الله. طيب وين عم تتصرف كانك بدك تحصل على شيء ثاني بعد؟ مثل ادم جدك، طالع لجده هالصبي، جدك هيك حطه بجنه عدن بالفردوس وقال له كل شيء فيك تمد ايدك وتاخذ يلي بدك. بيقوم هو بيقول لا بدي روح عند بيت الجيران، في عنده نجمين من 5 امتار بدي روح اكل فيها. في عقل بيكون واحد بيعمل هيك؟ ده من كل شجر الدنيا فواكه الدنيا بجنينة بتروح انت على مسكب البقدونس بدك تاكل هونيك؟ لك في عقل؟ ما كل شيء في هون. شو بيعمل؟ لا بس الله ناقصه محبته لانه في شجره قال له ما تاكلها. في شيء قال له كول بس في هيدي قال له ما تكره، بتنتقده. حبيبي شو قال له؟ قال له ما تدخل بعلاقة مع الخير والشر سوا. ممنوع على الله يقول هيك لأولاده؟ ممنوع بي يوصي أولاده؟ ليه أنتم ما بتقبلوا غير ما توصوا أولادكم لدرجة أوقات بتضربوهم لما يعملوها؟ ليه الله ممنوع عليه يعطي وصية لأولاده؟ أن تحبوا بعضكم بعض كما أنا أحببتكم، في غير هيك قال. انه ليه بتحبوا تضل في عندكم آلهة مخبية تستفيدوا منها ساعة اللي بدكم يا ناس؟ هيك عم بيقول. هذه كلها قصة عبادة الأصنام والشرك. الشرك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما اخترعها الإسلام. هذا الإنجيل اخترعها. بس الله أكبر. مين قالها؟ الكتاب المقدس. هن لقطوا عفروا. إذا يا إخوان الحق كله عندكم، الحق بين إيديكم، وديعة أعطاكم إياها الله، خصكم فيها،
خصنا نحن يعني غيرنا ما خصه. يا مظبوط، بس مين تعرف انت؟ مين قال لك انت مين؟ شو يعني غيرك؟ الله خصنا يا ابونا نكون نحن اولاده، غيرنا مش اولاده، مظبوط. بس شو بعرفك مين غيرك؟ هيدا مين قال لك؟ بركي هيدا الله حطه براسه. هيداك شو عرفك؟ بركي الله حطه براسه. ما بدك تفيد تكون غيرك. ما تقعد تشفع على الناس، يا حرام الناس اللي ما بتعرف المسيح شو مصيره يا الله. هل قد انت هتلين هم الناس؟ بلد؟ شو بدك تعتل هم العالم بهالموضوع؟ انت رحمتك اكبر من رحمة الله؟ بتعرف شو مصيره؟ اذا ما يتزاكى المؤمن على ربه، مثل ما اجى الملك قال لهم ايها المعلم الصالح، لماذا تدعوني صالحا؟ اذا انظروا باي محبه خصنا الاب حتى ندعى اولاد الله، ونحن كذلك. مش انه هيدا كلام شعر، حقيقة هيك. فإن كان العالم لا يعرفنا فلأنه لم يعرفه. شو يعني بقول هون؟ إنه إذا أنتوا بصدقكم كأولاد الله من خلالكم ما بيعرفوا الله، فلأنه أساسا ما بيعرفوا الله. أنتوا لازم يعرفوكم إنهم أولاد الله. أنا مرة كانت مرتي مع ابني، ابني كان عمره شي 4 سنين، على الطريق ناطرين سيارة. هلا ابني صار عمره 23، 4 سنين كان عمره. في واحد وقف قال له خوريه تفضل اطلعي. مين؟ كيف عرفتني؟ قال له من الصغير بيشبه بيو. ربط مشهد بيشبه بيو، عرف اثنين. وبالتالي لانه بيعرف بيو، شافه بيشبه بيو، عرفه للولد. بس اذا ما بيعرف بيو ما رح يعرفوا لوائل انه هذا ابني، رح يضل مكمل. بس يلي عمل اللينك هذا الزلمه انه اساسا بيعرف بيو، وهيدا الولد عطى الصوره كانه ايقونه بيو، ما غيرها وائل. نحن بيقدر بسببنا الناس تتأكد أكثر إنه أنتوا أولاد الله. تشبه بيكم نفس خنطش ومنطش، ويقولوا مخلق منطق مثل بيو، بازق وبزق. الله بزقكم بزق، بس الناس بتعرفوا عليكم. بس وقتها بتكونوا أولاد الله حقيقة. هيدا ابن ابونا ابراهيم. اذا الولد، اذا الزلمه ما عرفه يعني ما بيعرفني اساسا. لانه لو بيعرفني اكيد بيقول هيدا ابني. نفس الشكل لهلا، نفس الشكل، نفس الصوت على التليفون. قالوا ابونا، بيقولوا لا ابنه. اذا المعرفه يعني في علاقه. بس انتوا بتوضحوا، بتأكدوا ببنوتكم لله الصادقة الواضحة مين بيعرف الله مين ما بيعرف الله. يعني انتوا بتشتركوا بفضيحة العالم اليوم الأخير. لمن الله بيقول تعا يا جورجيت، تعا انت بدي حاسبك يا إبراهيم. شوف انت عم تقول كيف بدك تكون. ليه جورجيت تشبهني؟ انت مثل هاي كان لازم تكون، مشان هيك انت ما قبلت برا. احنا بنشترك لفضيحة العالم اذا كنا اولاد الله حقيقة. هذا اللي عم بقوله. ايها الاحباء، نحن من الان اولاد الله. ولم يتبين بعد ماذا سنكون. اذا هلا اولاد الله، طب بعدين كيف بدنا نكون؟ بس يجي. يعني لاحظوا العظمة والورثة الكبيرة اللي بتطلع لكم. بس نحن نعرف أنه إذا ما ظهر سنكون أمثاله مثله. ليش؟ لأنه بدنا نشوفه كما هو. اللقاء الحقيقي، اللقاء الأخير. تعزية كبرى، رجاء كبير. وكل من عنده هذا الرجاء
عندك الرجاء بترتب امورك، بتطهر نفسك مثل ما هو كان طهر. يعني ما بتضيع وقتك، ما الخطيئه تضيع وقت، مش الخطيئه، عدم فعل اي شيء تضيع وقت. مش هيك البعض القديسين بيقولوا النوم تضيع وقت، مش هيك ما كانوا يناموا. وفي احلى من النوم، خاصة الصبح الجوع عم يشتت الدنيا. مش بس هيك، قبل الدرس اولادك بده يقوموا على المدرسة، معقولة تبقي نايمة لأنه حلوة هيك تحت اللحاف وبلا ما يروحوا اليوم على المدرسة؟ مين بيعملها؟ بتعمليها مرة بالدنيا، بس بتعمليها أكثر ما بتصبر، ليه؟ ليه؟ هذا بسبب شو؟ بسبب الجدية والالتزام اللي أخذتيه على حالك. لأنه التزمتي بتلزمي حالك. وهيدا منه فعل مزاج، هذا فعل إرادي. يعني كنتي مبسوطة ولا ما كنتي مبسوطة بدك تقومي الصبح. وبدك تلفي للاولاد وبدك ما بعرف شو، واول انت رايح على الشغل. هيدا ما انه فعل مزاج جاي على بالي وما جاي على بالي. بموضوع الله لازم يكون على القليل نفس المستوى. انه جاي على بالي ما جاي على بالي. ليه بس بقل مع الله بس بلد بتستسلم الامور؟ هيدا بيعني انتوا اولاد الله واعيين له؟ هل تعلمون انكم اولاد الله؟ بكفي تعبنا اليوم. إذا بنبلش الإصحاح الثالث ونعجي.